صيفي خفيف جداً، ده اللي بيقدمه صناع الدعوة العامة اللي بيجمع فريق عمل من الشباب وفكرة مختلفة على مستوى الكتابة والإخراج. إلهي تتنكب في كل خطوة تمشيها أنت واللي معاك يا معتز. الفيلم ده بطولته في الكتابة بصراحة، لأن الفيلم مش مكتوب لحد ومش مكتوب لتلاتة، هو مكتوب للفكرة دي. بتبقى بالنسبة لي نوعية أفلام أحلى بكتير من الفيلم اللي مكتوب لشخص. كتب من زمان، من أكتر من 4 سنين، يعني كتب من قبل البيت بيتي تقريبا. أي حاجة ممكن تتعمل فكرة، المهم أنت عايز تناقش إيه. يعني بنحاول أنا وأحمد طول الوقت إن إحنا نحاول نختار موضوع جديد، أو لو اتزنقنا وهنختار موضوع معمول نحاول نعمله من زاوية تانية. ربنا ما رزقكش بأطفال؟ لا أنا حدايا باهرة وزوم بهايمة؟ أدوار مختلفة قدمها أبطال الدعوة العامة اللي كلمونا عن تفاصيل مشاركتهم. يعني أنا بعمل دور هنا في الدعوة العامة، هي شريكة وليد، هما الاثنين أشقية شوية، بيغلبوا بقى معاهم معتز. أنا ضيف شرف، بعمل دور ساحر بيقعوا في مشكلة وبيلجأولي. ولد يمكن مش هنقول عاق، يعني هو تعب مامته شويه فهي بتتنرفز منه في حاجه فابتدي عليه. معتز لا مش شبيه، لا انا يعني ما اقدرش ارفض طلب لمامتي، ربنا يخليها لي يا رب. يا بركه دعائك يا ام. ازمه صحيه تعرض لها مؤخرا الفنان محمد عبد الرحمن، واللي طمن جمهوره من خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد. غالبا الدواء اللي في الفيلم اثرت على حياتي بجد، خلتني دخلت العمليه. انا اتبسطت جدا برد فعل الناس، الحمد لله يا رب. لما لقيت كمية الحب الكتير دي وكمية الدعوات دي، يمكن ده اللي خرجني من الموضوع أسرع، والحمد لله بنتعافى يعني. سهلة بأمر الله. واحدة من الحاجات المميزة في العرض الخاص لدعوة عامة وهو الحضور الكبير لكتير من الفنانين اللي كانوا حريصين على دعم أبطال العمل. دعوة عامة جات لي من كذا حد، يعني كذا حد من أصحابي في الفيلم يعني قالوا لي تعالي اتفرجي وكده، فأنا جاية أشوف نجاحهم. صحابي كلهم صحابي، كمان وائل فرج كمان صاحبي جدا، يعني مش هتأخر عن دعوة الفيلم. هو يمكن دعوة عامة للجميع، ولكن بالنسبة لنا أعتبر أبو العريس بقى، فأنا جاي أنا أبو الفرح طبعا، بأنه من إخراج أخويا الأستاذ وائل فرج. تجربة جديدة على محمد عبد الرحمن، أول مرة يشيل يعتبر الفيلم، فإن شاء الله كلنا داعمين ليه وإن شاء الله يعمل حاجة كويسة. أنا النهاردة ادعيت بدعوة من المخرج وائل فرج، هو حبيبي جدا جدا وأنا بحبه قوي. أنا متوقع أن أنا أشوف حاجة حلوة وكوميديا لذيذة، لأن هو بيشتغل على ده طول الوقت. هو أنا مش جاي في الفيلم، جاي قبل توتا، أنا نفسي أعمل حاجة معاه من زمان. احنا متفقناش على كده خالص. بحضر لفيلم اسمه عملاق كبار مع سامح حسين ومع طنط نور. الجزء الثاني من موضوع اهالي، عايز اعمل ادوار تاريخيه، في عندنا بطولات تاريخيه جدا في الفتوحات الاسلاميه. ان شاء الله في تعاون الفتره الجايه مع استاذ وائل في حاجات انا اكتبها وهو يعملها. ان شاء الله في مسلسل داخلينه قريب، هبدا تصويره في شهر 11 ان شاء الله. بطوله لغايه دلوقتي الفنانه صبا مبارك. في التلفزيون طبعا نفسي اقدم حاجات مختلفه، نفسي يبقى في حاجه يعني كده استعراضيه غنائيه كوميديه، يعني عارفه حاجه كده توليفه كده لذيذه، فربنا يكرم ان شاء الله.